السلام عليكم شير ايكونوميست، ومرحبا بكم من القناة ديالكم ايكولاند. الصراحة بغيت نقول لكم بلي غدا ان شاء الله غادي تكون الحلقة ديال ديفلوبمون ليميتي كيف ما وعدتكم في اخر حلقة اللي كانت لا ديزيام جو كوا نيميرو 10. غدا ان شاء الله غادي تكون ديفلوبمون ليميتي، راه كتكون محطوط عليها بزاف ديال النقاط، دونك داكشي علاش قررت انني نديرها لكم. و سيربريز عاوتاني دوزيام سيربريز بين اليوم ان شاء الله مع 6 ديال العشيه غادي يكون لو لايف من هذه القناه هذه من اليوتيوب، وغنتسنى الاقتراحات ديالكم على الموضوع ديال لو لايف في الموديول ديال الميكرو ايكونومي، اش من بارتي من لا ميكرو ايكونومي بغيتو نديرو لو لايف ان شاء الله، وغادي نناقشوه غادي نناقشو معكم ان شاء الله اليوم مع 6. دونك خليو اي بارتي بغيتو نشرحها لكم اون ديريكت خليوها في لي كومونتير. والموضوع اللي لقى بزاف لقيتو بزاف التعليقات، دونك صوتوا عليه بزاف، غادي نديرو ان شاء الله اليوم في اللايف مع 6 ان شاء الله اكزاكتومون. دابور دونك تهلاو ليا فراسكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، واللي يدير سبسكرايب واللي يدير سابوني، ويبارطاجي لانفو مع لي زامي ديالو، ويخلي له لايك. لو لايك راه ما غادي تزيد ما غادي تنقص، سوى ان غتخلي لي فيديو في الـ في الـ في الـ في لا توندونس ولا في الـ في الـ في الفلوت ديال لي سيليكسيون في اليوتيوب. دونك كيف ما قلت لكم اليوم مع الساعه غادي يكون لو لايف، خليو لي بروبوزيسيون ديالكم بالنسبه للموضوع اللي غادي ندير في لو لايف، خليوه في لي كومونتير. داكور، وتهلاو ليا فراسكم، وما تنساوناش من الدعوة ديالكم صالحة، وتهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.